لويزا التي تتغنى بالديمقراطية تتناقض مع حنون التي لا تقبل تسليط الضوء على فضائحها، إذ تقوم باقتطاع الملايين من منتخبي حزبها شهريا دون قانون أو تشريع. وليد بوهراوي في هذا التقرير. لويزا حنون الأمينة العامة لحزب العمال، وبعدما كشفت قناة النهار وجهها الآخر، ها هي تعود إلى بهرجتها وتعطي اتهامات غير مؤسسة كعادتها. أنا مناضلة، أنا رصيدي مش مليارات في البنوك، لا بالعملة الصعبة ولا بالدينار، وأنا عمري ما نروح نرشي صحفي، لأنه لو كان نرشي صحفي نولي ما نحترمش نفسي وما نحترمش بلادي وما نحترمش كل الصحفيين. لويزا حنون التي تدعي الديمقراطية والنضال من أجل الحرية تتهجم على صحفيين كلما سلطوا الضوء على فضائحها ومهازلها، فأي ديمقراطية هذه؟ وماذا لو وصلت هذه السيدة إلى الحكم؟ زعيمة حزب العمال التي ظلت جاثمة على كرسي رئاسته أزيد من 25 سنة، لم تكفها الثروات التي كونتها عائلتها، إذ تقوم باقتطاع 10 ملايين سنتيم شهرياً من أجور نوابها ومنتخبيها دون معرفة أين تذهب هذه الأموال، رغم أن ذلك لا يوجد في القانون الأساسي للحزب ولا في نظامه الداخلي. مواقف لويزا من الديمقراطية تناقض مواقف حنون في الواقع، فما هي النوادر التي تخبئها لنا مستقبلاً هذه السيدة التي هي عنوان للتناقضات؟